ننظم اليوم هذه الندوة حول حقوق الإنسان في مخيمات تندوف على هامش مشاركتنا في الدورة 63 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستنعقد في العاصمة الغامبيا بنغول. وهذا التقرير يتضمن مجموعة من المعطيات المتعلقة بالانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وعدة حالات للإخلاء القسري والتهجير وكذلك الاعتقالات التعسفية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث تعرف المخيمات غياب تام لكل وسائل العيش الكريم والكسب والحق في الصحة وغيرها من الحقوق. وسيقدم تقريرنا العديد من الحالات الحية والواضحة على هذه الانتهاكات، وكذلك ستكون من خلال الندوة مناقشة النظام القضائي وكذلك وسائل الإعلام الوطنية والدولية في تعاطيها مع قضية انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.